بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. كان الحديث فيما سبق مع أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وبعد ذلك توجه الحديث إلى الأمة المؤمنة، إلى أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يتوجه إليهم الحديث ويتوجه إليهم النداء بشرف عظيم يتمنى أن يسمو إليه أي إنسان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا. والنداء كما قد عرفتم مرارا نداء من الله سبحانه، يتحبب به إلى عباده، يستميلهم إلى طاعته، فإن صفة الإيمان من أغلى الصفات، صفة هي خير في الدنيا وهي خير في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، ما يسع القلب المؤمن، القلب الذي يعرف ربه عز وجل، ما يسعه حين يسمع هذه الكلمة وتلك الصفة إلا أن يصغي وأن يتنبه وأن يتيقظ وأن يتأهب لكي يستجيب. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. هذا كما قلت لكم نداء من الحبيب العظيم اللطيف الخبير العزيز الحكيم من الله الناصح، من الله البر، من الله الرحيم، يناديكم فتنبهوا: يا أيها الذين آمنوا. ما هي النصيحة التي ينصحنا الله بها بعد ذلك النداء؟ هي نصيحة في صورة نهي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني لا تطيعوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أسلوب شرط له مقدمة ونتيجة. ما هي المقدمة؟ المقدمة طاعة أهل الكتاب. إيه النتيجة لهذه الطاعة؟ الكفر بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إنها وصية الله سبحانه وتعالى، وما أحق المسلمين بأن يتنبهوا لوصايا الله. إن الذي يحذرك الله منه إنما هم خلق من خلق الله، هو خلقهم وطبعهم وعليم بما في قلوبهم، ولا يستطيع أحد أن ينصحك وأن يبين لك الخطر مثل ما يفعل الله عز وجل، لأن الله إذا حذرك من شيء فقد حذرك من شيء هو خلقه، وهو عليم بمغبته وبغايته وبسوء عاقبته، ليس كما يحذرك شخص فقد يتهم، إما أن يتهم بالتحيز، وإما أن يتهم بالجهل وعدم الدراية. أما الله سبحانه وتعالى فإنه عليم بخلقه، وكذلك الله لا يتهم بتحيز إلى أحد ضد أحد، فكانت نصيحة الله واجبة التنفيذ على من رشد وعقل.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب كما قد مر بكم اليهود والنصارى، فإذا أطعتموهم فإنهم لا يتمنون لكم رشدا ولا يبتغون لكم خيرا، وأهم ما يحسدونكم عليه هو ما شرح الله صدوركم به من الإيمان، فاحذروهم على الإيمان، إنهم خطر على الإيمان، إن خطرهم ينصب على الإيمان. والعدو إذا كان ماكرا حاول أن يسلبك أعز ما تمتلك، إذا كان العدو ماكرا خبيثا حاول أن يسلبك أعز ما تمتلك. ومن ذلك كان الشيطان أخبث الأعداء وأمكر الأعداء، بل كان الشيطان هو العدو على الحقيقة، لأنه لا يتعرض لدنياك، بل إن استطاع أن يأتيك بشيء من الدنيا أتاك به، لا يريد أن يتعرض لمالك، بل هو يحب أن تكون كثير المال، ولا أن يتعرض لسلطانك، بل هو يريد أن تكون نافذ السلطان، إنما يسلبك الشيطان دينك، وينتهب الشيطان منك إيمانك، لأنه يعلم أن الإيمان هو أعظم ما يناله عبد. فهؤلاء أيضا أشبه الشيطان في أنهم خطر على الإيمان، وزادوا على الشيطان بأنهم أيضا خطر على الدنيا، فليسوا خطرا على الدين وحده، وإنما هم خطر على الدين والدنيا معا. فينصح الله عباده منهم أن يصغوا إليهم، أو أن يستمعوا إلى مكرهم، فإن مكرهم وإن شرهم كما قلت نابع من حسد، وشر الشر ما كان مبعثه الحسد، وأدوأ الداء ما كان مأتاه الحسد، إن الحسد شيء خطير. فمن أجل ذلك عندما تكون الكراهة نابعة من حسد لا يكون هناك من دواء لها إطلاقا. ماذا تمنى الذين كفروا؟ يتمنى الذين كفروا أن يردوا المسلمين إلى الكفر. ما هي بغيتهم؟ بغيتهم أن تسود الضلالة وأن تعم الجهالة وأن يكون الناس سواسية. فمن هنا حذر الله منهم وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا ننسى ما يحاول به اليهود من محاولات مستمرة حديثا كما قد حاولوا قديما، لقد حاولوا قديما تشكيك الناس في إسلامهم، والعهد بالآية قريب عندما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكذلك أيضا حفظ التاريخ جموعا من اليهود دخلت الإسلام لا رغبة فيه وإنما رغبة في إفساده، وجعلوا ينقلون أحاديث عن الرسول يضعون فيها الكلمة أو الكلمات، ولكن الله قيض من المسلمين من تنبه لذلك الخطر وجرد هذه الكتب مما فيها وصحح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ردت وحفظت فكانت نقية كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرزت فرزا دقيقا حتى أصبح المسلم يعرف أن هذا حديث صحيح وذلك حديث حسن وذلك حديث ضعيف وذلك حديث موضوع، يعني وضع المسلمون درجات للحديث، وما ذلك إلا من عنايتهم واهتمامهم بشأن الإسلام، فإن رسول الله ترك كتاب الله وترك سنته، فهما الأساسان الأعظمان لذلك الدين العظيم. وكذلك لا ننسى ما يفعله اليهود حديثا من محاولتهم لتحريف كتاب الله وطبع نسخ من المصحف
ليست سليمة بل محرفة تخدم أهواءهم وتشيد بدينهم الباطل، وينشرون هذه المصاحف في البلاد التي لا تحفظ المصحف ولا تنطق اللغة العربية. وكذلك ما يفعله إخوانهم من النصارى من محاولة تشكيك المسلمين في دينهم، وما يأتونه من المهاترات الصبيانية وهو محاولة تنصير المسلمين وادعائهم أن بعض المسلمين قد تنصروا، وما كان ذلك ولن يكون أبدا، لأن الذي في الظلمات، لأن الذي في النور يستحيل أن يرد إلى الظلمات، إنما الذي في الظلمات يمكن أن يستجيب لداع النور. ومن هنا ما زال الإسلام يأخذ من اليهود والنصارى أقطابهم وعلماءهم، ولم تستطع اليهودية ولا النصرانية أن تأخذ رجلا واحدا له وزن أو قيمة في الإسلام. ليه؟ لأن هذا هو الحق وذلك الباطل، وفرق بين الحق والباطل فرق واضح لا يخفى. فمن هنا يحذر الله فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يقومون بحيل لرد المسلمين عن إسلامهم وللتحريش بينهم، فمن حيلهم لردهم عن الإسلام ما سمعتم عندما كانوا يتواصون بأن يدخلوا الإسلام صباحا وأن يخرجوا منه مساء لعل ذلك يشكك المسلمين فيما هم عليه من إسلام، وفعلوا لإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهم أساطين هذا العمل، فإن المدينة تشتمل على الأوس والخزرج، والأوس والخزرج أبناء عم، ولكن القتال ظل بينهما فترة طويلة من الزمن، فكانت الحرب تدور حتى تستأصل الرؤوس والشباب، ثم بعد ذلك ترجأ الحرب حتى يشب الأطفال فيتوارثون الحرب ويعيدونها مرة ثانية. كان ذلك بفعل اليهود كما تفعل إسرائيل الآن تماما، وما يحاول المسلمون أن يتعلموا من ماضيهم درسا ينفعهم أبدا كما تفعل اليهود الآن. لا دولة واحدة، فإذا انقسمت إلى دول فمعنى ذلك أن دول المسلمين على غير هدى وعلى غير بصيرة، وأن حكامهم إن لم يعملوا على أن يجمعوهم أمة واحدة فهم حكام ملعونون، عليهم لعائن الله يوم يقاضيهم، يوم تقاضيهم هذه الأمم حقهم أمام الله سبحانه وتعالى. فكلمة دول إسلامية كلمة غريبة على الإسلام، الإسلام لا يعرف إلا دولة واحدة، لا يعرف إلا أمة واحدة. فإسرائيل تفرق بين المسلمين الذين ينبغي أن يكونوا أمة واحدة حتى تذهب قوتهم بددا، وحتى تتفرق كلمتهم فلا تلتقي على شيء، وحتى يظل أعداؤهم مسيطرين عليهم كما هو حادث الآن. ذلك كان أيضا في المدينة قبل أن يكرمها الله بالإسلام، كانت هناك طوائف من اليهود، واليهود دائما جبناء، وهم ما كانوا ليقووا على حرب إلا عندما ضعفت الأمة الإسلامية. أما شأنهم حتى مع العرب في الجاهلية فلم يكن شأن حروب، إنما كان شأن إيقاع بين طوائف العرب لتظل العرب مشغولة بأمرها عن اليهود، فكان الأوس والخزرج بينهما هذه الحروب. فمتى يفكر الأوس والخزرج في اليهود الذين يساكنونهم في المدينة؟ مش فضيل إلى البعض، ويعني وقعوا فريسة لخداع اليهود في إلقاء العداوة بينهم حتى أكرمهم الله بالإسلام. وبعد ذلك مر يهودي اسمه شاس بن قيس،
مر على المسلمين من الأوس والخزرج وهم على حالة تسر الحبيب وتشقي العدو، متآلفون متحابون متوادون، فغاض اليهود ذلك هذا التآلف، فقال لرجل معه: اجلس بينهم وذكرهم بأيام حروبهم. فجلس ذلك اليهودي بين المسلمين وهم على كلمة سواء، فجعل ينشدهم الأشعار التي قالوها في التفاخر والتباهي بحروبهم وقتالهم وفرسانهم وأسر أعدائهم، فينشد الأوس ما قالوه في الخزرج وينشد الخزرج ما قالوه في الأوس، فوقع في النفوس شيء، وتجاذب الصحابة أطراف الحديث، ثم جعل يتعالى بعضهم على بعض، ثم تداعوا بالسلاح، ثم تواعدوا ليعيدوا الحرب جذعة كما كانت. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فما أسرع ما جاء الرسول الحكيم، فوقف بين الصفين المتقاتلين وقال: الله في أنفسكم، أبدعوى الجاهلية وأنا ما زلت بين أظهركم؟ وجعل يتلو عليهم الآيات التي سوف تأتي بعد، فسكنهم وعلموا أنها فتنة أعدائهم، فأقبلوا يبكون ويحتضن بعضهم بعضا، ومن ذلك حذر الله المسلمين من الفتن التي توقع بينهم العداوة والبغضاء بأيدي أهل الكتاب الذين يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضله وعلى ما هداهم الله إلى الإسلام. ثم يقول الله عز وجل: وكيف تكفرون؟ مستبعد أن تكفروا، عجيب أن تكفروا، مستغرب أن تكفروا، لأن الأمور والدواعي كلها تدعوكم إلى الإيمان وتحول بينكم وبين الكفر. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ انظر، إن الله يصف لك الدواء بعد أن شخص لك الداء. إن الداء هو نزوع الإنسان إلى الكفر وميل الإنسان إلى المعصية، وإن الدواء تلاوة آيات الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تكفرون؟ إزاي لا يستقيم لكم الكفر؟ لا يمكن أن يأتيكم الكفر، مستبعد أن تكفروا. ليه؟ فإن آيات الله تتلى عليكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، وهما النوران وهما الهاديان، فكيف تكفرون وفيكم هذان النوران؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا ألا يكون الإنسان غريبا على كتاب الله، فإن كتاب الله ضمان من الكفر، وإن كتاب الله أمان من المعصية. إن مسامرة كتاب الله للإنسان ومجالسة الإنسان لكتاب الله عز وجل وتلاوة المسلم لآيات الله يتدبرها ويتأملها ويخشع لها ويعلم من قائلها ومن المتحدث بها، إن ذلك كفيل أن يرده عن المعصية وأن يخفف من ضغط المعصية عليه، وكفيل أن ينير له سبيل الإسلام وأن يوضح له معالم الكفر ليكون بعيدا عنها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان في أيام، هذا كان للصحابة استحالة أن تكفروا وآيات الله تتلى عليكم ورسول الله بينكم، وهذا أيضا لكم، وهذا أيضا للناس إلى يوم القيامة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد رحل فقد رحل منه ما لا يتعلق بالإيمان، أما ما يتعلق بالإيمان فقد ظل صحيحا سليما كاملا كما هو. والذي يتعلق بالإيمان من رسول الله
إنما هو هديه، إنما هو حديثه، إنما هو نصحه، إنما هو إرشاده، إنما هو بيانه. والحمد لله قد حفظ الله لهذه الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لكم أيضا. فأنتم ما زال يتلى عليكم آيات الله وفيكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما بقي من هدي، أما ما بقي من رسول الله بعد هديه، فنحن لسنا بحاجة، ليس الإيمان بحاجة إليه، ليس الإيمان بحاجة إلى يد رسول الله، فإن يد رسول الله قد صنعت ما يحتاج إليه الإيمان قبل أن تلحق بالرفيق الأعلى. وليس الإيمان بحاجة إلى لسان رسول الله، فلسان رسول الله قد قال ما ينبغي أن يقول في الإيمان قبل أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. فالباقي من رسول الله هو ما يحتاجه الإيمان. فليست لنا من معذرة في أن رسول الله قد رحل عنا، وإنما طالما بقيت بيناته وطالما بقيت أحاديثه فقد بقي فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى هذا أيضا؟ معنى هذا أن الأمان كما قلت، وأن الضمان كما شرحت، من الكفر ومن المعاصي الاستهداء بكتاب الله، الائتناس بكتاب الله، تلاوة كتاب الله، تدبر آيات الله، وأن يعيش المسلم مع رسول الله في سيرته العطرة، ومع رسول الله في قوله الحكيم، ومع رسول الله في فعله السديد، ومع رسول الله في خلقه العظيم. بذلك يكون الإنسان بعيدا عن الكفر، ويكون الإنسان بمنأى عن المعصية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ صحيح مقام رسول الله بين الصحابة كان دافعا عظيما إلى الإيمان، وكان مانعا حصينا من المعصية. فإن الإنسان يكفيه أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطبع الإسلام في قلبه وفي نفسه، بحسبه أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام في جلال الإيمان الذي يغشي وجهه والذي يضيء جبينه، بحسب المسلم أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد الإيمان في قلبه ويربو ويعلو، بحسب الإنسان أن يرى رسول الله حتى يفر الشيطان من بين يديه. هذا صحيح. ولذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن أعجب الإيمان، فقالوا أعجب المؤمنين يا رسول الله الملائكة. قال وكيف لا يكونون كذلك وهم عند ربهم؟ يعني دول لازم يكونوا على هذه الصفة التي ترون من الإيمان لأنهم عند ربهم. قالوا فنحن يا رسول الله. قال وكيف لا تكونون كذلك وأنا بين أظهركم؟ من داعية الإيمان في وشكم؟ قالوا فمن أعجب المؤمنين؟ قال قوم يأتون من بعدي لم يروا إلا آيات يؤمنون بها عن ظهر الغيب. يعني أعجب المؤمنين هو أنتم، فقد وجدتم كتاب الله وما رأيتم رسول الله يتلوه، فآمنتم بآيات الله تصديقا بها وتصديقا برسوله، فأنتم أعجب المؤمنين. ولذلك من كان إيمانه كإيمان الصحابة، من كان عمله كعمل الصحابي من أصحاب رسول الله، كان له من الأجر أجر 50 صحابيا من صحابة رسول الله. من وفقه الله لكي يعمل كعمل صحابي من أصحاب الرسول الله فإن الله يعطيه أجر 50 من صحابة الرسول. ليه؟ لأن دواعي الإيمان كانت ميسرة في عصر الرسول، وأما الآن فدواعي الفسوق ودواعي الفجور هي الميسرة. فمن استطاع أن يحفظ إيمانه رغم الفسق ورغم الفجور كان على الله أن يكافئه مكافأة تصل إلى قدر ما يكافئ به 50 صحابيا. وما أدراكم
ما مكافأة الصحابي من صحابة الرسول وهم كما يقول الرسول خير القرون قرني، يعني أفضل الناس الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مكانة رسول الله من الإيمان عظيمة، إنه كان فعلا كان جدير بأن يشعل الإيمان في كل قلب، وكيف لا يكون كذلك، وكان جديرا أن يطفئ نار المعصية في النفوس، لأن مين كده كان يتملى في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مذنب ولا يخشى أن يفضحه الله بين يدي رسوله، من كده. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله على ما يشاء من الخفايا، مش معنى كده أن الرسول كان ليه خاصية علم الغيب، لا، الغيب خاصيته لله سبحانه وتعالى، لكن الله يطلع من علم الغيب من يشاء من عباده. كان هناك رجل بعد فتح مكة قال في نفسه: ما لي أجعل محمدا مشكلة، إن الرجل يطوف أعزل ليس معه سلاح وليس بين يديه حراس، فما لي لا أريح الناس منه. فأخفى سكينا بين طيات ثيابه، فأطلع الله رسوله على ما دار في ذهن ذلك الرجل، فقال فالتفت رسول الله خلفه فوجده، فقال: يا فلان. قال: لبيك يا رسول الله، لأن رسول الله كان قد فتح مكة وكان قد أصبح صاحب السيطرة والسلطان، فقال: لبيك يا رسول الله. لم يقولها إيمانا ولكن بطبيعة الحال هيقول إيه غير كده. فقال: ماذا كنت تقول في نفسك؟ قال: كنت أذكر الله يا رسول الله. فاقترب منه رسول الله فمسح على قلبه فأدخل الله الإيمان في قلبه. عندما مسح الرسول مست يده ذلك القلب أشعل الله في ذلك القلب الإيمان، فأخرج السكينة من بين ثيابه وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان قد انتواه، ولم يكن الرسول بحاجة إلى أن يحدثه فإن الله كان قد أطلع. فموقف الناس بين أيدي الرسول موقف خطر، ما يؤمننا أن يأتي الإنسان وقد زنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الله قد أطلعه على ما فعل، فيا سوءة الإنسان بين يدي رسول الله. وإذا قلنا يا سوءة الإنسان بين يدي رسول الله فنسأل الله أن يواري سوءاتنا بين يديه، فهو أحق أن يتقى. يا للعباد من يوم يكشف الله فيه السرائر والأستار والحجب، ويأتي العبد ربه مجردا لا يخفى من أمره شيء. اللهم استرنا قبل ذلك ويوم ذلك وبعد ذلك يا أرحم الراحمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعني دي دواعي الإيمان، ما هيش دواعي الكفر. دواعي الإيمان تلاوة آيات الله ومطالعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننصح بملازمة كتاب الله، بمصاحبة كتاب الله، بمجالسة كتاب الله يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصحكم تعلموه، لا تتركوا هذه الجلسات، فإنكم لا تدرون متى تبقى أو متى تنفض، والأمر كله أولا وأخيرا بيد الله عز وجل، فاغتنموا مهلا وفرصا قد لا تتاح لكم في مكان آخر، اغتنموها قبل أن تبحثوا عنها فلا تجدوها. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم، من يستمسك، من يحتمي، من يستجير في الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
الاعتصام بالله، الالتجاء إلى الله، الدخول في حصن الله عز وجل. وحصن الله ما هو؟ ما هو الحصن الذي بناه الله عز وجل للخائف لكي يأمن فيه؟ حصن الله دينه، حصن الله دينه. فإذا أردت أن تكون في مأمن فليس معنى ذلك أن تدخل بيتك، فإنك إن دخلت ببيتك فلست بمأمن من الله، قد تكون في مأمن من عدو. وليس الحصن أن يحميك ملك من الله، فإن الملك لا يستطيع أن يحمي نفسه من الله. وليس الحصن أن تحوط نفسك بالمال والنفوذ، فإن المال لا يحميك من الله عز وجل. أما الذي يحميك فحماية الله، وليس حماية خلق الله. ليس حماية المال فإنه خلق، ولا الجاه فإنه خلق، ولا السلطان فإنه خلق، ولا الملك فإنه خلق، ولا البناء فإنه خلق. إنما الحماية هي الحماية التي تأخذها من الله، وحماية الله دينه. ادخل دين ربنا فأنت في مأمن من كل خطر، وأنت في منأى من كل شر. ما فيش حاجة تبقى شر عليك أبدا. ادخل دين الله فإذا بالصحة، إذا بالصحة والعافية نعمة، وإذا بالمرض والبلاء نعمة أيضا بصورة أخرى. ادخل دين الله فإذا بالمال نعمة، وإذا بالفقر نعمة أيضا في صورة أخرى. ادخل دين الله فإذا وليت أمرا من أمور المسلمين فهو نعمة، وإذا نجاك الله من أن تلي أمرا تسأل عليه بين يديه فهي نعمة أيضا. ادخل دين الله تتحول الأمور كلها بين يديك إلى نعم، النقم نفسها تتحول إلى نعم، لأنك إيه؟ دخلت دين الله، دخلت الحصن. دلوقتي لما رجل بيروح علشان يصيد، فبيقولوا له وانت رايح الصحراء أو الغابات خد حصن أحسن تغتالك الوحوش، فممكن يعمل حاجة قفص من الحديد أو أي حاجة علشان ساعة ما يدخلها يكون آمنا من الوحوش صغارها وكبارها. فالحصن اللي ندخله عشان يحمينا من كل عدو، ما هو الحصن؟ هو الاعتصام بالله. ومن يعتصم بالله، ويعتصم بالله يعني يدخل حصن الله، وحصن الله هو دينه. هل حصن الله يمنعك من الفقر؟ لا. هل يمنعك من أن تقتل؟ لا. هل يمنعك من أن يعدو عليك إنسان فيجرحك أو يقطع لك يدا أو يسرق لك مالا؟ لا. الله، طب ما فائدة حصن ربنا؟ ما فائدة حصن الله إذا كان لن يحميك من أمور الدنيا؟ فائدة حصن ربنا أن يحول لك كل بلاء إلى نعماء، وكل شدة إلى رخاء، وكل مصيبة إلى أجر وثواب. بس فائدة حصن الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول إن حصن الله لا يمنع البلايا، لا، قد يمنعها، قد يمنعها فعلا. فلا حرج على فضل الله في أن يكرم الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن أنا بقول لك، لأفرض أن دين الله لم يحمك من عدوك، فماذا نال منك عدوك؟ نال منك إيه؟ أهم حاجة أنه لم ينل دينك، الذي لم يستطع أن يسرقه دينك، لأنك أنت دخلت في حصن الله، دخلت في دين الله. فكل ما سرقه منك بعد ذلك أمره زائل، أمره هين. ومع أمره الهين فإنه لن يكون مجانا، لا بد أن يتدخل الله سبحانه فيعوضك عما فقدت خيرا. يقول رسول الله: عجبا لأمر المؤمن. فمن هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي دخل حصن الله بالإيمان. طب بتعجب له ليه يا رسول الله؟ قال: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني كأن المال والصحة والسلطان ما يكونش فتنة له، ولا يكونش بلاء عليه، وما يكونش مصيبة له، لا، لأنه شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني إذا فقد ولدا أو فقد مالا أو فقد جارحة من جوارحه
أو جرح أو قتل أو استشهد أو أوذي، كأن ده كله ما هو الشر بالنسبة له، لا، تحول في جانبه إلى خير لداخل حسن الله. أضرب لك مثلا، إذا راح الرجل اللي خد حصن حديدي حريص، يعني حصين قوي منيع، وبعدين راح علشان يصيد في الغابة، فشاف شوية وحوش تكاثرت عليه، فراح داخل الحصن ودخل فيه وبقى باصص من الخرام بتاع الحصن، وشايف الذئاب تعوي والكلاب تنبح والأسود والنمور وكل الوحوش حواليه عمالة تزأر وعمالة تخبط في البتاع ده، التخبيط ده كله لا يباليه بشيء. ليه؟ لأنه عارف إن جوه الحصن الحصين، كل الحاجات دي تخبيط بره في الحصن، ما بتضروش هو بحاجة، كل الحاجات دي عواء والنباح وكل الزئير والزمجرة بتاعت الوحوش دي اللي تصم الآذان واللي تفزع القلوب، دي كلها ما تصيبوش هو، دي على السطح بتاع الحصن بتاعه بس، الضربات والحاجات دي كلها لسطح الحصن بتاعه بس. خد المثل ده وتعالى للمسلم، كل شيء يصيب المسلم فيما عدا دينه، أي شيء يصيب المسلم فيما عدا دينه كأنه بيصيب الحصن بس، ما بيصيبش صميم المسلم، صميم المسلم هو دينه، فكل ما بعدت الإصابة عن دينك يبقى بعدت عنك. وما الجد في إيه؟ جد في الحيطة، جد في الدار، جد في القش، جد في الهدوم، جد في الغلاف، وما أقصدش الهدوم والغلاف يعني اللي براك، لا، ما هو نفس جسدك ده غلاف جوهرك، جسدك ده نفسه، إيديك ورجليك وعينيك. لو فرض أن البلاء أصاب شيئا منك وأنت في حصن الله، يبقى أصاب الجلبية بتاعتك، كلب نتش الجلبية بس، أما جوهرك فسليم، قلبك سليم، إيمانك سليم، هتصعد إلى الله إذا مت، وما فيش حاجة لمن فيك لم تجرحة ولا متخربشة، هتروح لربنا سليما معافا، لأن كل الذي أصابك أصاب منك القماش، الثياب، البدلة، شرمة البدلة وبس. أما جلدك جسدك فسليم، وأقصد بجلدك وجسدك هنا هو حقيقة المسلم، جوهر المسلم، الجزء اللي ما بيأكلوش التراب من المسلم، الجزء اللي ما بيموتش، اللي بيستعصي على الفناء من المسلم. طالما سلم لك ذلك يبقى لا تأسفن على شيء بعده ذهب، ما تعيطش على اللي فات، ده كل حاجة أش. ليه؟ لأنها دنيا والدنيا رايحة وزيلة، وانت ليس هدفك الدنيا، الدنيا يا أيها المسلم دي دارك، الدنيا دي طريقك، الدنيا دي ركوبتك، لكن الدنيا مش انت، انت شيء اخر غير الدنيا. فكل ما اصاب، اصاب اي حاجة من دول، اصاب دارك، اصاب طريقك، اصاب الحيطة بتاعتك، اصاب البدلة بتاعتك، اصاب السيارة بتاعتك، حتى لو كان ده نفسه ايه، ما افقد الجوارح وما اصاب الجسد، لان الانسان مش الجوارح وبس، الانسان مش الجسد وفقط، وإلا كان انتهى وخلصنا، يوم يموت مات وبلي وتبدل، يبقى مش هيرجع تاني. أما الإنسان فهو راجع إلى الله، وأن مردنا إلى الله، واللي بيرجع لله ده حافظ عليه، التاني ما يهمكش منه، اللي بيرجع لله هو اللي تحافظ عليه، التاني ما يهمكش منه، البلية فيه بسيطة هينة. ومن يعتصم بالله، يعني من يدخل حصن الله، وحصن الله عز وجل هو دينه الحنيف، فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني سلمت نفسه وسلم قلبه، سلم قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، مش بجسد سليم، لا، لأن الجسد لن يكون سليما، الجسد اعتراه ما اعتراه، أصيب في الدنيا بما أصيب به، جرح في الحروب وانتقص بالآلام وأزعج بالمرض وأنهك بالشيخوخة وتفرق وبلي بالموت والتراب، فما هوش سليم. أمال السليم ماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم مش شغلة الأطباء بتوع مرض الصدر والقلب، لا لا لا، القلب السليم هذا عمل الله،
قلب السليم ده لا يستطيع أحد أن يصل إليه أبدا بسكينة ولا أن يصل إليه بجهاز أشعة إطلاقا. هذا سر الله في عبده. وضعه فين؟ ما لكش دخل بيه أبدا. أين وضعه الله عز وجل؟ هو فيك ويحركك ويسيرك، ولكن أنت بالتحديد ما تعرفش مكانه. يعني إيه الحاجة اللي بتمشي الإنسان وبتنير له طريقة وتجعله يختار الإيمان على الكفر؟ هي فين؟ في المخ، في القلب، في الكبد، في الكلى، في أي شيء؟ لا، ده سر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، والروح والقلب والنفس كلها مسميات لشيء واحد. إيه هو؟ سر الله في جسد العبد. الروح، النفس، القلب، دي مسميات غير محسوسة، لا ينالها مشرط طبيب، ولا تصل إليها أشعة فحص، ولا يمكن أن يكشف عنها بتحاليل. لا لا لا، هذا سر الله في العبد. خلي ده يبقى سليما، دخل ده حصن الله سبحانه وتعالى. وحصن الله هنا ما هوش مادي، إنما هو دين الله عز وجل. فإذا أدخلت ذلك فقد اعتصمت بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، مشى على الصراط الحق، سار على الطريق المستقيم، عرف الهدف السامي من هذا الوجود ومن هذه الحياة كلها، فشمر وسعى واجتهد، لا يشغله عنه مال مبذول ولا سلطات متاحة ولا قوة في الجسد، إنما هو سائر لا يتوانى عن هدفه الأسمى، وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، نفس النداء، تحبب من الله، تحبب من الله إلى عباده. كل شوية يقول لك يا عبد الطيب، يا عبدي الصالح. كل شوية يتودد الله إليك ويتحبب على غناه العظيم عنك، على غناه العظيم عنك. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ اتقوا الله حق تقاته. مر بنا تفسير التقوى وما قال فيها السلف الصالح وما قال فيها العلماء الأجلاء. وكلمة التقوى مأخوذة من الوقاية، يعني يا عبد الله اجعل بينك وبين مساءلة الله وقاية، حاجز، خلي فيه وقاية تقيك من مساءلة الله يوم القيامة. اتقوا الله. ويعلق الله التقوى به لأنه العظيم الجليل، كما يقول في الجانب الآخر: ويحذركم الله نفسه. ما هيش أخت ويحذركم الله نارا أو ويحذركم الله عقوبته، إنما دي أجل وأعلى وأسمى، ويحذركم الله نفسه، كأن جلال الله وعظمة الله نفسها جديرة بأن تتقى وتجل. أهنا كذلك؟ واتقوا النار، مش هنا واتقوا النار، اتقوا النار التي أعدت، التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، مش هنا، إنما هنا اتقوا الله. فتعلق التقوى بالله نفسه، فهي هنا فيها معنى الخوف، معنى الإدلال، معنى التعظيم، معنى المهابة، معنى الطاعة. اتقوا الله حق تقاته. قالوا تقوى الله حق تقاته هو أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يحمد فلا يكفر. تقوى الله حق تقاته هو أن يذكر فلا ينسى، أن تبقى دائما على ذكر من ربك، وأن يبقى الله سبحانه وتعالى ذكره دائما في قلبك وعلى لسانك، أن تظل
خائفا من الله، أن تظل مراقبا لجلال الله سبحانه وتعالى، أن تظل تحس أن الله يراك إذا لم تكن أنت تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك، ذلك هو الإحسان. أن يذكر فلا ينسى، ونسيان الله شر كبير، إن جزاءه أن تنسى نفسك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أن يعملوا لأنفسهم ما يصلحهم، وأن يجمعوا لأنفسهم ما ينفعهم، وأن يحموا أنفسهم مما يضرهم في يوم القيامة. هذه أنساهم أنفسهم، شوف كده، واحد ناسي نفسه، هذا جزاء الله لمن نسي الله سبحانه وتعالى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن تكون طاعة الله دائمة لازمة مستديمة باقية واصبة خالصة، فلا يعصى، وأن تترك معصية الله، فإن عصيت الله فسارع بالتوبة، فإن ربك رحمن تواب، وأن يحمد وأن يشكر على نعمته، فلا يجحد الإنسان فضله ولا ينكر الإنسان إحسانه، ذلك تقوى الله حق تقاته. تقوى الله حق تقاته أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله، لا يخاف في الحق لومة لائم، وأن يتبع الحق ويقول الحق ولو على نفسه وأبنائه والمقربين إليه. لتقوى الله حق تقاته، تقوى الله إنك تدفع نفسك ما تطلب لهاش ثمن إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، فتجاهد في الله، لا تخشى في الله لومة لائم، الله أحق أن تخشاه، أما غير الله فما يهمكش، وأن تقول الحق وتعمل الحق وتشهد بالحق، حتى لو كانت الشهادة على نفسك أو على أبنائك أو على آبائك أو على ذوي قرباك أو على أحبائك، عند ذلك تكون قد اتقيت الله حق تقاته، وتكون قد عملت لله فعلا، وتكون قد آثرت الله على هوى نفسك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله، طب وانا عارف حموت امتى علشان ادخل الاسلام واموت على الاسلام؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما اقول لك ما تنامش الا وانت متغطي، انت عارف بتنام امتى، وساعه ما تيجي تنام تتغطى. انما لما يقول الله لك ولا تموتن الا وانتم مسلمون، طب هو المد ملكي انا؟ هو بيدي انا؟ هل انا ادريه؟ هل اعرف وقته؟ فكيف يامرني بانني ما اموتش الا مسلم، مع ان انا ما اعرفش حموت امتى؟ قال لك ما هو ده سر الحكمة في خطاب الله، وده سر العظمة في كلام الله. انت ما انتش عارف هتموت امتى؟ لا، يعني انت تموت في اي لحظة ممكن؟ اذا كن مسلم في كل لحظة. يعني هل انت اذا ما عندكش ابدا لحظة امان تقول دي مش دي خارجة دايرة الموت؟ لا، ما عندكش. فخليك دايما على الإسلام، ما تكونش على غير الإسلام لحظة واحدة أبدا، لأنك أنت إذا خليتك عن الإسلام لحظة واحدة يمكن تكون لحظة الموت، فتموت على غير ما وصاك الله به. فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمعناه اثبتوا على الإسلام ودوموا على الإسلام، واحذروا أن تتركوا الإسلام لحظة حتى لا يأتيكم الموت على غير الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ده طلب. أما تشوفوا في ظاهره تقول ده مش في مقدوري. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا يطلب من الإنسان الذي يعرف متى يموت ويملك كيف يموت. أما أنا فمش عارف متى أموت ولا كيف أموت، فكيف يتوجه إلي بذلك الطلب؟ الجواب أن هذا معناه، طالما أنت ما عندكش فترة أمان من الموت، فينبغي أن يكون ما عندكش فترة أمان من الكفر أبدا. وعلى ذلك فكما لا تضمن أن تبقى لحظة إلا والموت مرتقب، فكذلك ينبغي أن تصحب الإيمان في كل لحظاتك، وأن تستديم الإسلام في كل أوقاتك، لئلا يأتيك الموت على غير الإسلام، فتكون بذلك لم تعمل بوصية الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يعني اوعى يا بني آدم تجيني في اللحظة اللي حجيني فيها إلا وأنت مسلم، لأن غير الإسلام سأرفض. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك إيه اللي بيحصل؟ ساعة الموت يبقى الأمنية لأي ميت سواء كان قسيس أو أحبار أو رهبان أو مسيحي أو يهودي أو شيوعي من اللي بتنطنوا بالكلام الفارغ في الدنيا، لحظة الموت بيعرف. ولذلك يقول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لأنه عرف قيمة الموت على الإسلام عندما مات على غير الإسلام. قال الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وابعثنا مسلمين ناجين سالمين آمنين، واحشرنا في زمرة سيد المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.